سكرين بين ديس ابتر دي كوستا لا انجليزي اخي ماشي حال كاميرا دائما من منتجات الشوكولا بنركز فيها على السوق العربيه وبالاخص المملكه العربيه السعوديه ونحن هالسنه مشاركين بالمملكه لانه السوق السعودي هو السوق المستهلك الكبير للشوكولا تقريبا بالدول العربيه المواطن السعودي صار عنده وعي في اختيار وانتقاء الشوكولات صار يفرق بين الشوكولات الجيده والشوكولات الرديئه هذا كله طلع عندك شركات متميزة وأعطى للسوق أكثر منافسة.